جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا المستمع فياض الأسمراني: هل العطور من المفطرات في شهر رمضان؟ وبقي من الجواب القريب أن السائل قال: هل نحضر هذه المجالس؟ ونقول: لا يجوز حضورها إلا لمن ينكر على أهلها ويدعوهم إلى الله عز وجل ويطمع في هدايتهم. أما من يحضرها ويسكت ولا ينكر فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يكون شريكا لأهلها في الإثم ومشجعا لهم على العدوان. وأما عن سؤاله الثاني وهو: هل العطور من المفطرات في شهر رمضان؟ العطور ليست من المفطرات في شهر رمضان. يجوز للصائم أن يتطيب بالطيب في ثيابه أو في بدنه، إلا الأطياب التي لها جرم يتطاير إلى الأنف والحلق كالبخور، فإن الصائم لا يتعمد شم البخور لأنه يتصاعد إلى الدماغ وإلى الحلق. وكذلك الطيب الذي المسحوق كالمسك الذي يتطاير منه شيء إلى الأنف ثم يذهب إلى الدماغ وإلى الحلق، هذا لا يتعمد الصائم شمه. أما العطورات السائلة التي توضع على البدن أو على الثياب فلا حرج للصائم أن يتطيب بها ولا تؤثر على صيامه.